مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم معالم. حلقتنا لهذا اليوم جامع الامام محسن والمدرسه النوريه. المدرسه النوريه هي البناء الاصلي لجامع الامام محسن، بناها نور الدين شاه أرسلان، شاه الأول بن عز الدين مسعود الأول، الذي حكم بين السنوات 589 إلى 607 للهجرة. وكانت تقابل دار المملكة التي لا تزال بقايا هذه الدور موجودة إلى اليوم، وتعرف بقرى سراي. وكانت المدرسة كبيرة ومن مدارس الموصل المعدودة، ولم يبقى من المدرسة المذكورة إلا قسم صغير، وأما الباقي فقد اتخذ مقابر تحيط بها، إضافة إلى جامع الإمام محسن الذي صار يحيط بالمكان كله. وبحلول جامع الإمام محسن مكان المدرسة، فإن معظم المعالم المعمارية الأصلية للمدرسة النورية تكاد تكون مختفية، إلا أن الكثير من المؤرخين يرجحون أنها بنيت على نظام الديوان وفق ما كان معمولا به في العهد الأثابكي. يشير المؤرخون إلى أن أصل المدرسة غرفة تحتوي على الكثير من الآثار النفيسة كانت تحتويها الأقواس، ومحرابين موجودين بها. مرة أخرى مرحبا بسيدي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة. سيدي الكريم، كما تعلمون أن فترة الحكم الأتابكي وما تلاها تعد مرحلة لقيام كثير من معالم مدينة الموصل، ومن ضمنها المعلم الذي نحن أمامه الآن. أرجو من جنابكم الكريم أن توضحوا للمشاهد الكريم تاريخ تأسيس هذه المدرسة، وأيضا هذا الجامع المعروف لدى الموصليين بجامع الإمام محسن. مشكورا. قبل كل شيء، كما ذكرت دكتور، العصر الأتابكي يعد من أهم العصور ازدهارا من جميع النواحي على الموصل. منذ تأسيس الدولة الأتابكية سنة 521 وحتى سقوطها على يد المغول الإلخانيين عام 660 للهجرة، من جميع النواحي ولا سيما الناحية المعمارية التي نحن سنتحدث عن معلم من معالمها، وهو بالأصل المدرسة النورية، والذي فيما بعد سمي بجامع الإمام محسن بعد سنة 630 للهجرة. هذا المعلم حقيقة يقع
في القسم الشمالي من مدينة الموصل في منطقة كانت تعرف قبل العهد التابكي بالرفض الأعلى. نعم. والسبب أن الجمال كانت ترفض في هذه المنطقة للحمولة وهي واسطة النقل المهمة آنذاك. نعم. وحاليا سميها محلة الشفاء، منطقة الشفاء. وطبعا هذه المنطقة بعدئذ في العهد الأتابكي نجد أنه تحولت من منطقة لربض الجمال إلى منطقة علمية بسست فيها مدرسة بدر الدين لؤلؤ، وقبلها منطقة دفاعية الزاوية الشمالية الشرقية قلعة مونس باشطابي. نعم نعم. ثم إلى جنوب منها دور المملكة التي أسست منذ العهد الحمداني. نعم. بالإضافة إلى مرقد إلى يحيى بن القاسم. فإذاً منطقة مهمة. نعم. من ناحية إدارية والعسكرية الدفاعية والاقتصادية وحتى الدينية. اشتهر الملوك الأتابكيون بكثير من الأمور الخيرية بالإضافة إلى الناحية الإدارية وغيرها للموصل وما جاورها، ولا سيما وكانوا يمتازون بصورة عامة بالقوة لكن الممزوجة مع التواضع بدون نفوذ وغيرها. وبنسل بالإدارة الحكيمة وبالنظر إلى مصلحة الشعب الموصلي، وكذلك تأصل الناحية الدينية بنفوسهم. فقلما نجد ملكا من ملوك الدولة الأتابكية يخلو عهده من مسجد أو أكثر من مسجد، ومن جملة هذا المسجد هذه المال أو مدرسة ومسجد. فإذا كان يهتمون في المقدمة الناحية العلمية والناحية الدينية. وها هنا نقف الآن أمام المدرسة النورية التي أسسها آخر ملوك الأتابكة نور الدين أرسلان شاه في الفترة 589 إلى 607 للهجرة. هذه ذكرها كثير من المؤرخين، من جملتهم ابن الأثير يقول أنه هذه المدرسة تقع قبالة دور المملكة الذي قصد قرصرة. نعم قرصرة. وبنفس الوقت تقع في منطقة أنه سميناها الميدان. الميدان ليش؟ لأن نحن عدنا في الموصل ميدانين، ميدان أتابكي وميدان عثماني. الأتابكي الآن بعد ما عماد الدين زنقي مؤسس الدولة الأتابكية اهتم بهذه الناحية ولا سيما القلعة. نعم. أمامها كان منطقة لتدريب الجند، هذه المنطقة اللي واقفين، ولهذا سميت بالميدان. نعم. الميدان الأتابكي. أما الميدان الذي جنوب هذه المنطقة. نعم. يعني قريب من الجسر الحديدي. نعم. فنطلق عليه ذاك الميدان في العهد العثماني. نعم. يعني في سنة 1035 للهجرة. للهجرة. أيضا كان أسست إيش قلعة، يعني القلعة الداخلية. نعم. وأمامها مكان تدريب الجند فسمي بالميدان، ولا زال إلى الوقت الحاضر الاسم الغالب على تلك المنطقة. نعم. إذن هذا ما يتعلق إذن بالأصل هو ليس جامع. نعم. وإنما مدرسة. نعم. لنور الدين أرسلان شاه، لكن بعد سيطرة بعد أن تمكن آخر مثل ما أقول رجالات الدولة الأتابكية وهو بدر الدين لؤلؤ، والذي كان مدبر أمر الدولة في عهد نور الدين أرسلان شاه، كان وصي على أولاده وهم صغار. نعم. فبعد أن توفي حاول أن يصفي الأولاد، لكن من الذي كان يقف مع هؤلاء الأولاد الصغار؟ كان مظفر الدين كوكبري خالهم. نعم. الذي أسس الدولة الأتابكية في أربيل. نعم. فلن يتمكن بدر الدين لؤلؤ من مسهم بسوء. نعم. لكن بعدما توفي مظفر الدين كوكبري سنة 630 هجرة عمل بدر الدين لؤلؤ
على تصفية أولاد آخر ملوك الأتابكة يعني نور الدين. واحد اقطع لأن يمنع عن الطعام والآخر يعذبه حتى ليتفرد بالحكم واستولى على الحكم سنة 630 للهجرة. نعم. إذن هذا وبعد ذلك استغل الدين هو أيضا حتى يعتبر يقال أنه الدين ما يعني متذبذب من النواحي الأخرى العمارية كان ممتاز جدا من ناحية لكن استغل الدين. نعم. كما استغله كثير من الإداريين في هذه في الكرة الأرضية في جميع العصور. نعم. لنواحي سياسية. نعم. فحول طبعا بعض المدارس إلى بعض المراقد وغيره ومن جملة هذا المدرسة النورية العديد من المشاهد يعني إلى الإمام محسن. نعم. رضي الله عنه. نعم. أما الإمام محسن فعدة رواية يقول أنه الإمام محسن هو ابن الإمام حسن علي. ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم. والآخر يقول أنه هو ابن محمد الباقر وابن زين العابدين. نعم. فمهما كان. نعم. الإمام يعتبر من آل البيت من آل البيت ومن من الأئمة رضي الله عنهم. دكتور يعني الحقيقة حتى في عهد بدر الدين لؤلؤ أيضا شهدت المسلم كما تفضلتم العديد من المشاهد يعني إضافة إلى هذا يعني كان هناك كثير من المشاهد أيضا أقامها بدر الدين لؤلؤ تقربا للدولة الفاطمية اللي كانت في مصر. يعني جون نحن ليش قلنا يعني ما نريد نخوض بهالأمور. نعم. نعم. المهم أنه بعض المباني. نعم. ولا سيما المسائل المدارس. نعم. نعم. حولها إلى مشاهد ومراقد. نعم. يا مشاهد أو مزارات نسميها. نعم. لأنك نعم. فرق بين إيه؟ المشهد. نعم. والمرقد والمزار. المزار. نعم. المشهد الذي فيه قبر لشهيد. نعم. وهذه ما فيها قبور لشهيد. لا أكيد. أما المزار القبر الذي ليس فيه جثة حقيقية أكيد. كرمز. إيه نعم. سميه مزار. نعم. أما المرقد لرجل صالح. نعم. سواء إمام وغير إمام وجثة حقيقية. هذا الذي فرق يعني فرق بين هاي المصطلحات. اذا الدكتور اللي قام قبل ما يقام المسجد. نعم. قامت الحقيقه مثل ما تفضلتم مدرسة. هي المدرسه المدرسه النوريه. نعم. وايضا يعني الحقيقه تم ايجاد وقف لهذه المدرسه وايضا جلب مدرسين وكثير من الناس يعني بالتاكيد. نعم. انه تلك المرحله كما تفضلتم كانت الحقيقه مرحله الزهار لا سيما في الجانب العلمي. هي الدولة فشهدت مدينة الموصل بناء العديد من المدارس. خرجت رجالات بالناحية الدينية والعلمية والإدارية والعلمية. نعم. وخرجت أسر. نعم. أسر كبيرة في هذا المجال. نعم. لا زالت وصولة إلى حد هذا اليوم إلى الوقت الحاضر قسم أنها. نعم. موجودة لا زال. تأسيس الجامع إلى عهد بدر الدين لؤلؤ آمر الموصل الذي اتخذ مشهدا للإمام محسن بن الإمام علي بن أبي طالب في إحدى غرف المدرسة النورية ولم يعطل التدريس بها فكان المشهد إلى جانب المدرسة ليتخذ فيما بعد بعض من الأهالي من سكان المنطقة مصلى من الأروقة التي أمام المشهد وقاموا بها منبرا يؤدون فيه صلاة الجمعة
فقد زادت في تلك الأيام عدد الدور المجاورة له وصارت في المناطق المعمورة في المدينة، فازداد عدد المصلين وضاق المصلى بهم، فتطوع جماعة مبلغ من المال فهدموا المسجد وأعادوا بنائه بمصلى واسع وقاموا به منبرا فوق المحراب، وتم ذلك في عام 1959. ثم تم في العام 1997 إعمار الجامع وإكسام الجامع بالمرمر والحلان وبناء منارة مئذنة صغيرة وبناء بوابة للجامع. كان جامع الإمام محسن مركزاً لتعليم القرآن والتجويد، وتقام فيه الدورات الصيفية للأطفال في العطلة الصيفية لتدريس التعاليم الدينية والقرآن والحديث النبوي. وكان الجامع مركزاً خيرياً أيضاً لتجميع المساعدات الإنسانية وتقديمها للأيتام وللعوائل المتعففة. دكتور، الحقيقة من خلال حديثكم اتضح بأن هذا المعلم فيه مبنيين، الأول هو المدرسة النورية والثاني هو جامع الإمام محسن، وبالتأكيد هناك فاصل زمني بينهم، أرجو أن توضح لنا ذلك مع جل تقديرنا. قبل كل شيء هو مبنى واحد وليس مبنيين. نعم. مبنيين. نعم. لكن دورين معمارين. نعم. مر بهما. أول شيء هو كان كمدرسة. مدرسة. مثل ما ذكرنا. نعم. أما كيف تمكنا من معرفة أنه هذه المدرسة النورية؟ نعم. أن لا يوجد نص تاريخي مدون يشير إلى ذلك، اعتمدنا على ما ذكره المؤرخون. ابن الأثير ذكر في كتابه البهر في الدولة التابكية أن نور الدين أرسلان شاه ابتنى له مدرسة مقابل دور المملكة. وبنفس الوقت ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان قال أن نور الدين أرسلان شاه بنى له مدرسة قريبة من مدرسة والده يعني عز الدين مسعود. نعم. ابن مودود الذي حكم بال 576 إلى 589 للهجرة. ويعني إذا بالإمكان بعدئذ على الخارطة موجود إن شاء الله. فإذا هذا لما نقارن نشوف أنه كموقع أثري في هذا المكان الذي حدده المؤرخون ولا سيما ابن الأثير وابن خلكان هذه المنطقة. نعم. فإذا بالأصل هي مدرسة. نعم. بعد 630 لما تولى بدر الدين لؤلؤ الحكم فعليا في الموصل حول كثير من المدارس العلمية إلى مزارات. نعم. لأهل البيت وغيرهم. نعم. ومنها المدرسة العزية. نعم. يعني التي تعود إلى عز الدين مسعود. نعم. والآن الذي نطلق عليها الإمام عبد الرحمن. نعم. والذي طبعا بنيت في عهده من 500 قلنا و 76 إلى 589 للهجرة. وهذه المدرسة أيضا نشوف المدرسة النورية حولت للإمام محسن اسم الإمام محسن. نعم. وعدنا المدرسة النظامية من عهد السلجوقي. نعم. التي تقع إلى الغرب من مدينة الجامع النوري سمينا المدرسة محمد بن الحنفية وعلى الأصغر. فإذا هذه حقيقة بالأصل هي مدارس لما حولت إلى مراقل لأهل البيت ولغيرهم. نعم. من قلب بدر الدين الأولى. نعم. لكن حديثا بني فوق ما تبقى أو على أنقاض هذه المدرسة المباني الأثرية جامع، وخاصة عدنا هذه نسميها، ففوق مزار الإمام محسن وبالأصل هو المدرسة النورية بني جامع حديث فسمي بجامع الإمام محسن، وهذه المآذن نجدها هذه حتى العصر الحديث. نعم. هذا الذي يعني معاصرة هذه. معاصرة. نعم. دكتور، أرجو أن تحدثنا
عن المميزات المعمارية لهذه المدرسة. لن أحدثنا التاريخ عن المميزات المعمارية للمدارس في العهد الأثابكي. نعم. أشاروا إلى وجود مدارس. نعم. ولا سيما بن جبير لما زار المدينة. نعم. وتطرقنا إلى ذلك في علاقات سابقة 580 للهجرة. لكن لن يتطرق هؤلاء أو يتطرق الرحالة أو المرخون إلى تخطيط هذه المدارس. لا. لكن عندنا مدرسة بقي منها يعني بعض أقسام الفضائل وهي المدرسة الكمالية. نعم. الذي يطلق عليها بالعامية شيخ الشط. نعم. التي تقع على نهر دجلة. نعم. هذه المدرسة الكمالية الذي درس فيها كمال الدين حوالي 6 قرون ولهذا سميت المدرسة الكمالية. نعم. الذي أسسها بالأصل أو بناها زين الدين علي بن بكتكين. نعم. والد مؤسس الدولة الأثابكية في أربيل. نعم. مظفر الدين كوكبري. نعم. وجدنا عبارة عن ما تبقى منها مربع. نعم. من الخارج مساحة ومن الداخل مضلع وكالضلع فيه حني على هيئة إيوان. نعم. ويعلو ذلك قبة ولا زال كان بقيت حتى نسفت في أحداث 2014 وما تلاها من عمليات عسكرية. فهذا على الأكثر نقدر نقول مميزات المدارس. نعم. أو على الأكثر قسم مميزات ومعلمها في ذلك الوقت. أما ما التخطيط ويرمى ما تبقى منها والذي أنا نتيجة دراسات الميدانية. نعم. عبارة عن درج ينزل إلى عدة درجات ثم بعدين على هي الزاوية قائمة إلى الجنوب. نعم. وبعدين نأتي إلى غرفة أو بقايا غرفة فيها معالم أثرية لهذه المدرسة من العهد الأول. نعم. يعني من 589 إلى 607. نعم. أول شيء أنطقة جدارية. نعم. محراب كامل ومحراب نصفي يعني مكسور. نعم. أنطقة جدارية. نعم. تؤدي يعني وظيفتين، وظيفة إنشائية فيزيائية ووظيفة فنية. الإنشائية الفيزيائية أنه تغليف الجدران من الداخل. نعم. إلى ارتفاع حوالي 2 متر ووجدت 3 قطع بقايا لهذه المنطقة. نعم. من الجدران الداخلية. نعم. هذه حقيقة ليش إلى ارتفاع معين ولماذا تغلف الجدران من الداخل. نعم. عملية قلنا إنشائية فيزيائية لأن الرطوبة عادة ترتفع إلى الأعلى. تمام. من الأرض إلى الأعلى الخاصية الشعرية. اي نعم. إلى حوالي 2 متر على مستوى المناطق الخارجية. نعم. فإذا هذا راح تؤدي إلى تلف الملاط الجصي. صح. لهذه الجدران. تمام. فإذا غلفوها بهذه الأنطقة الرخامية فيكون حفظ لها. هذه الناحية الإنشائية الفيزيائية. نعم. أما الناحية الفنية فهذه نجد أن عليها زخارف هندسية عبارة عن نجيمات ومضلعات وأطباق نجمية وكذلك أطباق مضلعة كلها محفورة على أرضية من الرخام الأزرق أو يسميه الفرش حقيقة. نعم. نعم. الرخام الأزرق ومنزل عليها عينات من الرخام الأبيض. نعم. بالمصطلح الأثري الفني نطلع عليها التنزيل. نعم. يعني مادة نزلها على مادة أخرى نسميها التنزيل إذا كان على الحجر أو. نعم. على الرخام. نعم. نعم. أما إذا كان التنزيل على الخشب نطلق عليها التطعيم. نعم. فإذا ذاك نقول التنزيل. نعم. على الرخام, الرخام أو الحجارة وهذا التطعيم على الخشب. لكن إذا كان على المعادن نطلق. نعم. عليها التكفيت على المعادن. نعم. نعم. أما إذا كان على الحلي. نعم. والمجوهرات. نعم. فننطق عليه الترصيع، نقول الترصيع. نعم. فإذا هذه مصطلحات مع الأسف كثير. نعم. من المتخصصين. نعم. والطلبة حقيقة لا يفرقون. نعم. بينها. نعم. مرة يقول لك
التطعيم على الحجارة وما تطعيم خنزير، نعم. أو التطعيم على الكذب، فإذا هذه تمام. كمصطلح هذه المنطقة نشوف حقيقة فيها مبتكرات، نعم. لبعض الزخارف الهندسية الذي ما كانت موجودة قبل الإسلام حتى، تمام. أو قبل بعض هذه الزخارف الهندسية في الموسم، نعم. عادة هذه الأطباق النجمية تتكون من ثلاث عناصر، عنصر وسط نسميها النجمة، نعم. أو البورة النجمية، نعم. تدور حولها لوزات، وبعد هذا تدور حولها معينات، نعم. فإن تتكون من البورة النجمية ومن اللوزات ومن المعينات. البعض رأى في الجامع، جامع الأزهر في القاهرة، نعم. بالزخارف الجصية أنه النجمات والمعينات ما موجود لوزات، نعم. فأطلق علي قال ابتكر الطبق النجمي الإسلامي المبتكر، نعم. في مصر في جامع الأزهر، نعم. وهذا خطأ، نعم. ليش؟ لأن ذاك نشوف أنه عينة من عينات الطبق النجمي ناقص وهي اللوزات ما موجود، نعم. لكن وجدناها في زخارف قاعدة الجامع النوري، الله. في الموصل، نعم نعم. وكذلك في مدن سنجار، نعم. وكذلك نشوف في مزار الإمام يحيى بن القاسم، نعم. وأيضا وجدناها على الأنطقة الجدارية لهذه، نعم. المدرسة، أحسنت. لكن هذا حقيقة تحير الباب، يعني لولا اختلاف الألوان، يعني العناصر من البيضاء ومنزل على الأرضية الزرقاء، نعم. تقول هذه سيراميك، هذه الله. والسبب أشو؟ لأن هاي الناحية الفنية وابتكر في الموصل وكذلك في بلاد الشام، نعم. سمي الفساء فساء، نعم نعم. الحر بن يوسف، نعم. لما بنى قصر المنقوشة، نعم. بحلول سواء بحلول تقريبا 120 للهجرة، نعم. واتخذوا دار أمارة، نعم. المؤرخون ولا سيما أبو زكريا الأزدي في كتابة تاريخ الموصل أطلق عليه قصر المنقوشة، نعم. لأن من هذه الفسيفساء الموجودة فيه، صح. وهذه في العهد الأموي حقيقة الفسيفساء الموصلية بعهد الخليفة هشام بن عبد الملك، نعم. الذي حكم ما بين 105 إلى 125 للهجرة، عين والي على الموصل وهو عبيد الله بن حبهب موصلي، نعم. نعم نعم. هذا أخذ حوالي أكثر من 50 عائلة من الصناع التطبيقيين وكذلك البنائين إلى شمال، إلى ولاية أفريقيا، إلى شمال أفريقيا، نعم. ونقلت هذه العناصر الفنية وبمعيتها بعض العناصر المعمارية إلى شمال أفريقيا. ثم بنفس الوقت من الموصل لها رفض، لما جاء تيمورلنك الكل يقولون أنه جامع النبي يونس، قالوا لأن جلال الدين الختني وزير تيمورلنك هو الذي بناه، نعم. بينما جلال الدين الختني محراب كان عمل نص تذكاري على محراب عليه مؤرخ 767 هجرية، نعم. بينما تيمورلنك بعد هذا التاريخ جاء الموصل، صح. مرتين، تمام. مرة بال 796، تمام. ومرة أخرى بال 804، صح. إذا معنى هذا أنه جلال الدين الختني قبل تيمورلنك، تمام. فإذا هذا تصحيح يعني خطأ تاريخي اللي وقع كثير من المؤرخون. والحقيقة أنا كنت أسألك هذا السؤال فأجبت عليه مشكورا، بارك الله فيك. بالنسبة للآثار اللي موجودة من الآثار الأخرى، نعم. عندنا محراب نصفي، يعني مكسور نصفه، نعم. ومحراب كامل، هذا الكامل من الرخام طبعا، نعم. محراب مسطح، لأن عندنا المحاريب في الموصل ثلاث أنواع، نعم. محراب مجوف، نعم. في الجوامع الكبيرة لكي يسمح بدخول الإمام داخله، نعم. فهذا يؤدي إلى ترديد الصوت، فائدة، نعم نعم، سمعية من جهة، نعم. وبنشر يوفر ساف كامل للمصلين، فإذا هذا يكون الاعتماد كان على الصوت فقط، لا تريد هناك، نعم. مكبر الصوت أو كذا، نعم. وعدنا محاريب مسطحة في المدارس، نعم. ومن جملتها المدرسة النورية، نعم. فيها محراب مسطح، نعم. ما يحتاجون إلى مجوف، صح. لأن المصلين ما كثيرين،
من الأساتذة والطلبة. تمام تمام. وعدنا محراب نسميه منزوي بالزاوية الجنوبية الغربية يعني جهة القبلة. نعم. مثل ما موجود مزار الإمام يحيى بن القاسم. نعم. الذي بني بال 637 هجرية. ومزار الإمام عون الدين بال 646 للهجرة. هذا ابتكار موصلي وبعدين انتقل إلى مصر خاصة في العهد. للأسف دكتور كل هذه اللي تفضلت عن ذكرها كلها الحقيقة تم تدميرها مع الأسف من قبل عناصر داعش الإجرامية اللي احتلت الموصل. المحراب المحراب الكامل. نعم. هذا المسطح ذكرنا هو نشوف أنه عليه كتابات من صورة الكرسي من آية الكرسي من صورة البقرة بخط الثلث على طريقة ابن البواب. نعم. المرحوم الديوشي في كتاباته تاريخ الموصل. نعم. في كتاباته صناع الموصل وجوامع الموصل. نعم. قالوا رجح لأن ما عليه تاريخ ورجح عودة المحراب إلى القرن الثامن الهجري. صح. يعني الرابع عشر الميلادي. الميلادي. نعم. أنا لما جيت شفت لا هذا قبل هذا التاريخ. ليش؟ تمام. يعني خط الثلث في الموصل. صح. على طريقة ابن البواب استمر إلى النصف الأول من القرن السابع الهجري. الله. بعد أيدين أصبح بديلا عنه خط الثلث على طريقة ياقوت المستعصم. نعم نعم. فهذا لكن احتجت إلى أدلة أخرى. تمام. فحاولت تنظيفه فاتضح لي أنه تنظيف أنه موجود تاريخ ظهرني تاريخ مدون. نعم. اسم الصانع وتاريخ مدون. وقل وذلك في نصف شعبان سنة وبعدين سين ومكسر كثير مسافة. صح. طويلة. صح. ويا نون وخمسمائة. تمام. تاب خمسمية يعني القرن الخامس. ما أعرف أنا. وهو العطف. ايه. قلبوا إلى السادس يعني أصبح في القرن السادس. تمام. ففي ذلك الوقت حقيقة كنت يعني أدخن هذه العادة الذي الحمد لله تخلصت منها سمي عادة قبيحة. الحمد لله. رأسا ولعت السيجارة كأنه اكتشفت اكتشاف. أينا. أنه حدث يصار. لكن بعد لن أكتفي بهذا. أنا طريقتي الذي ميزت عن كثير من الأثاريين. نعم. والذي حقيقة ليش صنفوني كأحد أربعة علماء الحمد لله في الأثار الإسلامية. أنا ما أعلم من غيري. لا. ولا أفهم من غيري لكن كطريقتي. الله. الله يبارك. في منتجع حلوان من 75 صنفوني كأحد أربعة أقرس بالإنجليزي، أقرس بالألماني، بالشفع المصري، وأنا عراق. سبب هاي التحقيق أنا ردت أحقق قبل المئات إيش أكون. نعم. عدنا سين وعدنا مكسر مسافة مكسرة ويا نون. إذن هذه المسافة إيش تكون لأحد فقط أم لعشرات وأحد فقط؟ نعم. أم لأحد فقط أم لعشرات فقط أم لأحد وعشرات؟ نعم. طول المسافة بيه. قلت لازم تكون لكليهما. طيب. يعني أحد وعشرة جد قلت الأحد بداية السين يعني احتمال إما ستون أو سبعون ماكو غيره. نعم نعم. فقط إذا سبعون التفاف العين النازل راح يصطدم الأسطر الذي تحته سطرك. صح صح. فالمسافة ما تكفي. نعم. إذا ستة ماكو غيره. صح. فهذا أيضا اتضح لي الأحد أيضا. نجي على العشرات. العشرات محصورة ما بين لما عدنا نهايتها يا ونون. ايه. ما بين العشرين والتسعين. تسعين. نعم. فقلت إذا عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو ثمانين الحروف الصاعدة والنازلة. ايه. راح أيضا تصطدم بالسطر العلوي والسطر السفلي. صح. فإذا كل هذه ما ممكن. استبعدتها. نجي على الخمسين هذا منفذ بخط الثلث على طريقة ابن البواب. نعم. من طبيعته أن الميم يرفع الخاء. إيه. فإذا بالخمسين الميم يرفع الخاء راح الخاء تصطدم بالسطر العلوي. إذا استبعدنا أيضا الخمس. ظل عدنا ستين سبعين تسعين. نعم. جيت إلى النواحي الأخرى المميزات اللي قارنتها بالمميزات الأخرى. نعم. من ذلك. نعم. العصر. نعم. اتضح لي على أكثر تسعين. فعلى هذا الأساس أصبح المحراب يعود إلى سنة ست وتسعين وخمسمائة يعني نهاية القرن. بارك الله. لا كما رجح في السابق. نعم. القرن الثامن. بارك فإذا الله. فإذا نحن يجب هذه الآثار نستنطقها
ونحللها ونعطيها حق قدرها، هي ليست مجرد حجارة وخرائب وأنقاض. يؤكد المؤرخون ودارسو تاريخ الموصل أنه بعد القرن الثامن للهجرة انقطعت كل الأخبار عن المدرسة وصارت تعرف بمشهد الإمام مسن. أما عن جامع الإمام مسن في حد ذاته فقد تعرض للهدم خلال حرب تحرير المدينة في شباط من عام 2015، كما تم هدم المقام بعد أن تمت سرقة كل محتوياته الثمينة. دكتور، بالتأكيد حصل انقطاع بالتدريس في هذه المدرسة، المدرسة النورية. أرجو أن توضح لنا وأيضا يعني الموصليون عندما انقطع التدريس فيها، يعني كان موقف الموصليين من هذا الانقطاع. قبل كل شيء الانقطاع عن هذه المدرسة والمدارس الأخرى حقيقة ظهر بعد سيطرة المغول القانونيين على مدينة الموصل سنة 660 للهجرة الموافق 1261 للميلاد. لأن يعني المغول أيضا أعملوا السيف في رقاب الأهالي وأعملوا الهدم والمعاول في المباني. فحتى المؤرخون يقول أنه تركوها بلاقع كأنها لم تكن. فمعنى هذا أنه هذه المدرسة نالها ما نال بقية مباني الموصل في ذلك العصر. إذن الأهالي في ذلك العصر أصبحوا مثل ما نجد الأهالي الموصل في هذا الوقت. هذا بالنسبة للحقيقة. ونجد أنه ما تبقى من هذه المدرسة والتي تطرقنا إليها عبارة عن ممر ضيق وبقايا غرفة، وهذه الآثار التي ذكرناها قبل قليل، محراب وأيضا محراب نصف آخر وبعض وثلاثة أنطقة من أنطقة جدارية منزلة بالرخام الأبيض بزخارف هندسية. هذه الذي حقيقة التي كانت تغلف أنطقة الجدران من الداخل. دكتور، أيضا نال يعني الجامع نفسه خاصة جامع الإمام محسن لا سيما في مرحلة سيطرة داعش على مدينة الموصل، أيضا نال هذا الجامع الشيء الكثير، والآن نحن ما كان أمام خرائب. تسمح لي؟ أي نعم دكتور. في ذلك الوقت ما كان جامع. نعم، لكن هي مدرسة نعم. ثم في 630 هجرية حولت إلى مزار للإمام محسن. نعم، لكن الجامع في العصر الحديث حديث نعم معاصر. نعم نعم، هذه نالها في وقت النوايا الأحداث الموصل الاستثنائية بال 2014 وما تلاه من عمليات عسكرية، والآن نقف بين أنقاض هذا الجامعة. يعني دكتور، المدرسة الحقيقة ضاعت معالمها بالكامل. ضاعت معالمها منذ 660 هجرية. نعم نعم. ما عدا ما تبقى منها التي ذكرناها. يعني يعني الآن أرى أن وبني يعني الجامع بني نعم على ما تبقى من هذه المدرسة الأصلية. زين دكتور، يعني أنت ترى أن الآن الموصليون لا سيما المثقفون و الذين يمتلكون وعيا عاليا، وهذا طبعا هاي شبه أساسية لأهالي الموصل، يطالبون بإعادة هذه المدرسة ومن ثم الجامع. يعني هذه المدرسة الذي يحقق التقدم نعم لكل أمة نعم ولكل بلد وفي كل الأزمنة نعم.
ركيزتين. نعم. الركيزة الأولى الأمان. نعم. والركيزة العلم. نعم. الذي يفرز كل شيء. أحسنت. يعرف بكل شيء. أحسنت. يعرف بالعلوم الصرفة والعلوم الإنسانية، ولا سيما الناحية الاقتصادية. فإذا التأكيد من أهل مصر وغيرها على الناحية العلمية لأن أحد الركائز المهمة للتقدم. بس دكتور نحن نشوف الآن أنه هذا المعلم الحيوي من معالم الموصل التاريخية المهمة يعني الحقيقة نالوا الإهمال بالكامل، يعني لا توجد هناك نية في إعادة بنائه أو إعادة إعماره أو إعادة هذه المدرسة إلى الحياة. دكتور أنت تسألني والألم يعصر قلبي أو الدم ينزف بداخلي. أنا بالأصل كأثري قبل أن أكون مؤرخ. نعم. لأن يعني الأثر يجب أن يكون مؤرخ، يعني نعم عنده أنه ازدواجية. نعم. في التخصص المؤرخ ما شرط يكون أثري. نعم. فإذا أنا أحيانا يطلقون أحمد قاسم الأثري. نعم. وأحيانا المؤرخ. نعم. ضمن طبعا الفترة المتخصص فيها. نعم نعم. فإذا تألمنا من هذه لو نستنطق وبقى مثل ما يقول متسع من العمر، هذه نستنطق هاي الأنقاض تعرفنا بعلوم عصرها. نعم. وبالأجيال التي عملت على بنائها. نعم نعم. ومن الناحية التقنية والناحية البشرية والناحية الاجتماعية والناحية العلمية وغيرها، يعني إذا نستنطق هذه المباني. نعم. نستخرج منها إنجاز لنا أن نطلق مصطلحات هذا الزمن. نعم. على ذلك الزمن يسمونا هندسة معمارية. نعم. وهندسة إنشائية وفيزياء تطبيقية وكيمياء وجيولوجية وعلوم دينية ومعالجات بيئية، يعني لا تعد ولا تحصى من هذه الحجارين استنطقناها. يعني نحن الآن نمر بشجن وقلوبنا تعتصر على معالم هذه المدينة التاريخية الأصيلة، من بينها المعلم الذي نحن الآن فيه. يعني فمن جهة الساعة الآن تسألني. نعم. يعني هذا السؤال مالك يعني يعطيني بعض النشوة لأنه يعرف بهذه المباني. نعم. وبماثل الأجداد. نعم. ومن جهة يعصر قلبي إلى ما آلت إليه في الوقت الحاضر. الله. بارك الله فيكم وأطل الله عمركم وأدامكم ذخرا لمدينة الموصل التاريخية وللعراق وللأمة العربية والإسلامية. أستاذ الكريم الأستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة أستاذ الآثار الإسلامية، شكرا جزيلا على استطاعكم هذا الوقت الثمين من وقتكم لتوضيح معالم هذه المدينة التاريخية وهذا المعلم بالذات. شكرا جزيلا شكرا جزيلا، نشكركم جزيل الشكر وتقديرنا العالي لكم ولعلمكم الثر. أدامكم الله ذخرا للجميع. شكرا شكرا لكم وللموصلية. يعتبر جامع الإمام محسن معلماً مميزاً بمدينة الموصل، وهو أمر جعل أهالي المدينة بالمطالبة بإعماره مراراً وتكراراً، دعوات لم تلقى الاستجابة والتفاعل إلى حد الآن. فمتى يعاد الاعتبار إلى المدرسة النورية وجامع الإمام محسن من جديد؟ مشاهدينا الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم
على أمل اللقاء بكم وحلقة جديدة من برنامجكم معالم. إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.